السلام عليكم أصدقائي محبي الأخبار والمعرفة، تحية طيبة لكم. يوم الأحد 9 من شهر ماي 2021، أهم أخبار ألمانيا. العناوين: نتكلم في هذا الفيديو عن الحالات، نتكلم على تحذير مجلس الأخلاق الألماني حول مسألة التفرقة التي يمكن أن تحصل بين من لقح في ألمانيا وبين من لم يحصل بعد على لقاح في ألمانيا. نتكلم أيضا على الفوضى والشغب الذي حصل بمدينة ميونشن، وتمت هناك اعتقالات وأيضا كانت حوادث ضد الشرطة الألمانية. نتكلم أيضا أصدقائي على مشاركة مسجد مدينة كولن في حملة اللقاح هناك. نتكلم أيضا على مدينة إسن التي قالت بأنها صدمت من عدم رغبة عدد كبير من اللاجئين أخذ اللقاح. نتكلم على عراقي يطالب هنا بألمانيا بأقصى عقوبة، ولماذا يطالب بهذا الأمر وما هي قصته التي روتها الصحافة الألمانية. وبالأخير نتكلم أين سقط الصاروخ الصيني. فلنبدأ على بركة الله بالحالات. سجلت في 24 ساعة الأخيرة 12656 حالة. عدد من توفي هو 127 شخصا. عدد الحالات الجديدة لكل 100,000 نسمة هو 118.6، وعدد الأشخاص الذين يعني عندهم حالات نشطة هو 276,300. نمر الآن إلى موضوعنا الثاني. مجلس الأخلاق الألماني الذي يسمى بدوتش إيتيكغات، الذي تستمع لنصائحه أيضا الحكومة الألمانية، حذر من التفرقة التي يمكن أن تحصل الآن بين من لقح وشفي وبين من لم يلقح أو يرفض اللقاح. وقال: من لقح أو شفي يمكنه بداية من هذا اليوم استرجاع بعض من الحريات، مثل اللقاء بالناس الذين لقحوا أو شفيوا، أو حتى الخروج ليلا، التسوق دون الحاجة إلى فحص سلبي، أو عدم الحاجة إلى الدخول إلى حجر صحي. يبقى فقط إجباري بالنسبة لهم أيضا الكمامة وأيضا التباعد. بينما الأشخاص الذين لم يلقحوا بعد لأن دورهم لم يأتي بعد، أو أنهم لا يرغبون باللقاح إلى آخره، يكونون ملزمين بالقوانين الساري بها المفعول في مدينتهم أو مقاطعتهم. مثلا إذا كان هناك منع التجول يمشي على من لم يلقح، من لقح حتى لو كان قانون منع التجول لا يسري على من لقح، من لقح من شوفي وعنده دلائل لا يحتاج أن يلتزم بالأمر إلى آخره. لذلك فإن مجلس الأخلاق الألماني حذر من انقسام كبير داخل المجتمع الألماني بين الفئتين: الفئة التي الآن تتمتع بحرياتها وحقوقها، والفئة المحرومة من التمتع بحرياتها وحقوقها. وقالوا بأن الضغط الآن سوف يزداد بشكل كبير على فئة الشباب والمراهقين، لأنه نعرف بأن أغلب من لقح أو أغلب من منح له الحق في البداية بالتلقيح هم من أعمارهم فوق 80 سنة، 70 سنة، 60 سنة، والآن 50 سنة إلى آخره. لكن الشباب أقل من 40 سنة، 30 سنة، 20 سنة، نسبة الملقحين فيهم أو الذين جاءهم عرض للتلقيح قليلة وقليلة للغاية، وهنا يخافون أن يحصل انفجار نفسي، ضغوط نفسية وصدام بين من لقح ورجع إلى حياته الطبيعية وبين من لم يلقح ومجبر بالبقاء في البيت، عدم الخروج، منع الزيارات، منع التجمعات إلى آخره. الآن نمر إلى موضوع آخر وسترون العلاقة بين الأمر. هدف بالفعل ما حصل في مدينة ميونشن عاصمة مقاطعة بايرن. الحديقة الكبيرة في مدينة ميونشن اسمها إنجليشن غارتن، يعني الحديقة الإنجليزية، ومن يعيش في ميونشن يعرفها. أنا أصدقائي عشت واشتغلت 10 سنوات في مدينة ميونشن أصدقائي. ففي إنجليشن غارتن، يعني الحديقة الإنجليزية، حديقة كبيرة حصلت فيها يوم أمس تجمع ضخم وكبير
للشباب والمراهقين والقصر. وبعد ذلك حصلت هناك اصطدامات وشجارات بينهم إلى آخره، وحصلت ملاكمات وضرب وركل إلى أن تدخلت الشرطة من أجل فك الصراع، وانقلب القصر كلهم ضد الشرطة، وبدأ هناك شد وجذب وضرب وركل ورمي بالقنانات البيرة الزجاجية على الشرطة، وحصلت هناك أيضا اعتقالات لستة مشاغبين. غضب وزير الداخلية لمقاطعة بايرن وهو من حزب تي اس او السيد هيرمان، وقال إن العنف الذي حصل ضد الشرطة في الحديقة الإنجليزية صدمة كبيرة للغاية. هو يتفهم خروج الناس إلى المناطق العامة والحدائق عندما يكون الطقس جميل، لكن لا يتفهم العنف وتصرف بعض الأشخاص وعدم احترامهم للقانون والأعراف. هو لا يقبل العنف الذي مورس على الشرطة، والشرطة دورها حماية المواطنين. نمر الآن إلى موضوع آخر. شارك مسجد مدينة كولن الكبير يوم أمس بحملة تلقيح كبيرة جدا، حضرها 1000 شخص أخذوا اللقاح ووقفوا في صفوف كبيرة وطويلة أمام مسجد مدينة كولن الذي تديره الجالية التركية. هناك داخل المجلس عملوا مركزا للقاح بشكل هكذا، يعني لأي واحد دون موعد يمكن أن يذهب ويأخذ لقاح. أعطوا لقاح أسترازينيكا البريطاني السويدي ولقاح جونسون أند جونسون، لكن لاحظوا بأنه أكبر عدد من الأشخاص الذين لقحوا لم يكونوا من الجالية التركية أو لم يكونوا من الأجانب، يعني من المسلمين، لأنهم عملوا مركز اللقاح داخل المسجد لأنهم كانوا يتمنون أن يأتي عدد كبير من الأجانب من الجالية التركية أو الجالية الإسلامية للقاح. لكن لاحظوا بأنه جاء البعض لكن بعض آخر لم يأتي، حتى أنهم يوم الجمعة، يعني اللقاح كان التلقيح كان يوم أمس السبت، ويوم الجمعة في خطبة الجمعة حسب الصحافة الألمانية كان أيضا الإمام بالمسجد قد طلب من الناس أيضا التلقيح وأخذ اللقاح. حتى في فترة الصيام سمح لهم الإمام بطبيعة الحال أيضا بأخذ اللقاح، لكن لاحظوا عدم قدوم عدد كبير من الجالية المسلمة. هم قالوا ممكن بسبب رمضان، أو البعض قال لأنه نهاية الأسبوع ممكن ناس نامت لمدة طويلة، وعندما استيقظت وذهبت إلى المسجد وجدت صفوفا تصل إلى 1000 شخص فرجعوا إلى البيت. لكن المهم قالوا بأن الحملة كانت ناجحة ولقح عدد كبير من الناس حسب الصحافة الألمانية. وتناقش أيضا الصحافة الألمانية مسألة التلقيح الخاصة بسكن اللاجئين، وقالوا بأنهم لاحظوا أن هناك امتناع لفئة من اللاجئين الذين يعيشون بالهايمات بسكن اللجوء للذهاب لموعد التلقيح. وقالوا بأنهم لاحظوا أن اللاجئين ينقسمون إلى قسمين، نصف يرغب باللقاح ويأخذ هذا الوباء بعين الاعتبار ويرغب باللقاح كي يسترجع أيضا حرياته ويحمي نفسه، وهناك جزء من اللاجئين يرفضون اللقاح ويقولون بأن الوباء هو كذبة العصر وأنهم يخافون من اللقاح ويرفضون نهائيا اللقاح. وهذا ما لاحظوا في مدينة أسن. مدينة أسن كانت قد نظمت حملة للقاح مجانية وعملوا مواعيد للاجئين الذين يسكنون في سكن اللجوء، وأيضا عملوا حملات بمترجمة بلغات معينة ومتعددة، لكن استغربوا بأنه يوم الذي جاءت فيه الأطباء وعملوا خيمة للقاح قريبة من مركز الذي يعيش فيه اللاجئين، لاحظوا بأنه حضر عدد قليل من اللاجئين للقاح، ونصف اللاجئين لم يأتي للموعد، وانصدموا من هذا الأمر وقالوا بأنهم لم يكونوا يتوقعون بأن عدد كبير من اللاجئين يخافون وغير مطمئنون من أخذ مسألة أخذ اللقاح. هذا ما نقلته الصحافة الألمانية. الآن أصدقائي نمر إلى موضوع آخر تتكلم عنه الصحافة الألمانية، وهي قصة رجل من العراق عمره 44 سنة، وكما تلاحظون في العنوان كاتب في العنوان تم إيقاف تجمع عائلي
عراقي يطالب بأقصى عقوبة. سوف أحكي لكم بسرعة القصة كما قالوها، ومن هذا المنبر أحيي جميع الإخوة العراقيين الكرام، تحية لكم مني وتحية إلى كل الجنسيات أصدقائي. سأخبركم ما تقول الصحافة الألمانية على قصة هذا العراقي. المهم، هو على حسب الصحافة الألمانية يطالب، عمره 44 سنة، ويطالب بأقصى عقوبة في حقه. لكن ما هو السبب؟ هذا الرجل الذي يحمل الجنسية العراقية سبق له أن عاش في ألمانيا بين سنتي 2000 و2006، لكن في فترة الشباب وفترة الطيش وعدم امتلاكه للإقامة وظروفه كانت في تلك الفترة صعبة، حسب الصحافة الألمانية كان قد ارتكب جرائم، من بينها 6 مرات تهمة السرقة، مرة التخريب، ومرة حيازة المخدرات. قضى من خلالها سنتين ونصف عقوبة سجنية، يعني دخل إلى السجن، وغادر ألمانيا بعد خروجه من السجن سنة 2006. لكن تقول الصحافة الألمانية بأنه رجع هذا الأسبوع إلى ألمانيا، وعندما دخل إلى ألمانيا، دخل عبر حدود النمسا، أمسكته وأوقفته الشرطة بالمدينة الحدودية فخايلاسين، لكن لم يكن لوحده، كانت معه ابنته البالغة، وكان معه 4 من أطفاله القصار. وسألته الشرطة: ماذا تعمل هنا؟ قال بأنه يرغب بالالتحاق بزوجته وثلاث أطفال آخرين يعيشون مع زوجته في مدينة أخن التي توجد بمقاطعة شمال الرين فيستفالن أصدقائي. هو وسألوا: لماذا رجعت إلى ألمانيا؟ قال لهم بأنه رجع إلى ألمانيا لأنه يبحث عن الأمن والأمان لأطفاله ولأسرته، ويريد أن يجتمع بزوجته وتجتمع العائلة والأطفال كلهم، وهو نادم على فترة الطيش التي مر بها أيام شبابه. وقال بأنه لقد طاش وعمل جرائم وعمل مخالفات وأخذ جزاءه ودخل للسجن، وهو تغير وأصبح إنسانا آخر، وعنده مسؤولية وعنده عائلة وعنده أطفال، وهو ندم على كل ما فات أصدقائي. لكن دخوله إلى ألمانيا مجددا تسبب له بتهمة الدخول إلى ألمانيا بطريقة غير شرعية، وإدخال أيضا الأطفال، وتجاوز الحدود، والدخول من دولة آمنة هي دولة النمسا. وبسبب الجرائم السابقة القاضي حكم عليه، لأنه كانت عنده سوابق قديمة والآن إلى آخره، حكموا عليه بغرامة مالية تقدر ب 2250 يورو. هو رفض، وعندما سمع هذا المبلغ رفض، قال لهم: ماذا 2250 يورو غرامة؟ لا أرجوكم، احكموا علي بأقصى عقوبة ولا تحكموا علي بعقوبة مالية. سألوه: لماذا لا تريد عقوبة مالية؟ قال: ظروفي المادية ليست بالجيدة، وابنتي مريضة مصابة بمرض الصرع، وتحتاج إلى رعاية وتحتاج إلى دواء، ولا يمكنني أن أدفع غرامة مالية كبيرة وبنفس الوقت أن أشتري دواء لابنتي ومن أجل سلامتها ومن صحتها. فالآن قالوا له: أوكي اهدأ، حاول أن تقدم عن طريق محامي طلب للعمل الاجتماعي وعمل ساعات تطوعية مجانا، وهكذا لا تحتاج دفع مبلغ 2250 يورو، لأنك ستشتغل تلك الساعات. وهو الآن مقيم مع عائلته بمدينة كوبورغ بمقاطعة بايرن أصدقائي. الآن ننتقل إلى آخر موضوع، هو موضوع الصاروخ الصيني. سقطت أجزاء من بقايا الصاروخ الصيني في البحر المحيط الهادي قرب جزر المالديف، وعاش العالم رعبا كبيرا بسبب الصاروخ الصيني الذي كانت مهمته إيصال جزء من المركبة الفضائية الصينية إلى مدار الأرض. نجحت بطبيعة الحال العملية، لكن لم تتمكن الصين من السيطرة وإعادة الصاروخ بشكل آمن إلى الأرض، مما خلف رعبا كبيرا. أين يمكن أن يسقط الصاروخ أو بقايا هذا الصاروخ؟ الصين قالت أن كل ما حصل هو حملة لتشويه الصين والتصغير من إنجازها الكبير بالوصول إلى الفضاء وبناء محطة فضائية سوف ترسل لها رواد الفضاء يعيشون فيها ويعملون فيها
سنة 2023، لكن وكالة الناسا الفضائية الأمريكية تنتقد الصين وتقول ما تقوم به الصين فيه مخاطرة بحياة الناس، إرسال صواريخ للفضاء وعدم القدرة على إعادتها بشكل سالم للأرض هو مخاطرة بحياة الناس. الصين أصدقائي كي تعرفون تخطط مجددا لإرسال صاروخ جديد هذه السنة والسنة المقبلة من أجل إتمام بناء المحطة الفضائية الصينية. فهل سوف نعيش رعبا جديدا كلما ترسل الصين صاروخا للفضاء، أم أن الصين ستستفيد من هذا الأمر وتحسن وتطور من صواريخها بحيث أن ترجع صواريخها بشكل آمن مجددا إلى الأرض؟ كانت هذه أهم أخبار ألمانيا، شكرا لكم، السلام عليكم، إلى اللقاء.